سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير، صحتكم بخير ان شاء الله. اليوم جينا نديرو تشارك العريان كيف حنديرو. حنديروه على الطريقه القديمه، فيه تغييرات شويه، مي صدقوني حيجيكم يدوب في الفم. واش حتحقوا؟ التشارك هو السهل الممتنع، هو الكاطو اللي بزاف يحسبوه سهل وقادر يجيكم يابس. السبب ديالو هو في الدهون، معناتها في الزبده، ولا راكو حتنقصوا، ما تشحوش في الزبده، لازم تكونوا تزيدوا. هنا تكون الكيله تاعكم معمره، هنا ندير كيله تاع زبده. من احسن استعملوا، اني مستعمله ماتينا، زبده ماتينا هي اللي مليحه، خاطر ما فيهاش الماء. وديروا لها 3 ولا 4 مغارف زيت، هذا ما كان. هذه هي الكيله اللي يعني مدوبه هنايا الزبده. بون، نبداو بالكيله تاع الدهون هذه، ذوبوا الزبده تاعكم وخلوها شويه تبرد. دوك نوريها لكم، هذيك ان شاء الله هيتبان لكم، راهي بدات شغل تشد في روحها. هاهي بالنسبه للفرينه، حديروا 3 كيلات هكا بنفس اللي عبرتوا بهم. واحده نزيد دوزيام، الكيلة الثانية، والكيلة الثالثة. الكيلات ما يكونوش مقبين وما يكونوش تاني هابطين شوية. نص كيلة تاع السكر الناعم، نجيبو شوية ملح، هادي الرشة تاع الملح. دوك نصعبليو كامل هادوما مع بعض، ندخلو هاديك الزبدة باش تبان لكم، هذيك لافارين. بسم الله، هكذا ندير مليح، نعاود نولي ليكم. دوك شكون حديرو في نفس هذاك البول اللي درت فيه، درت فيه حبه بيض كامله وزيت صفار. بالنسبه للعجينه نوريكم كيفاش تولي. شوفوا، تقدروا تولوا زعما بالدهون هذاك، تقدروا تعجنوها بصح هكا، ماشي زعما بزاف اللي يغلطوا في تشارك العريان ولا تشارك مسكر. تشارك مسكر نديروا الدهان، نديروا السمن، تولي هكا العجينه ديالكم، تولوا تلموها بهذاك الدهون اللي ديروه لها، سواء زبده سواء دهان. خاطر ممكن تشارك العريان يديروا له يديروا السمن، بصح حنا نديروا غير في التشارك المسكر. هنا درت الزبده، المهم يولي العجينه تاعكم، المهم يعطيكم نصائح تولي هكا تتلم. ومن بعد تجيبوا المازهر تاعكم هاوليك، ومن بعد واش ديروا؟ دخلوا مليح هذاك البيض في هذاك. علاه البيض؟ علاه نديروه؟ خاطر تشارك العريان ماشي كيما تشارك مسكر، باش يجي اللون ديالو شويه صفر وشباب. هكا نبدا فيه، وهاوليك الراعي الرسمي المزهر. تبداو ديرو بالعقل المزهر، المزهر ماشي بالكيله، تبداو ديرو بالعقل. تبداو ديروا بالعقل المزهر حتى تشوفوا العجينه ديالكم ما فيهاش شغل الزبده، تولي تلم لكم عادي. وما تخافوش، يبان لكم هكا برك راهو جاري، ومن بعد شنو غير يريح يعاود تشد في هذيك الزبده، يعاود يشد روحه. المزهر ماهيش حترفد بزاف لا خطر فيها البيض، المهم العجينه تاعكم تولي هكا. شوفوا باش تعرفوا هاي طريه، شوفوا شحال هاي تشهي. خلاص العجينه واش ندير لها؟ هاديك باش تشوفوها مليح، راح ندير كاع، نحي هذا تاع الجنب ونروحو باش نديرو العقده مع بعض. خلوها شويه تريح تشرب، وباش نولو ليها. شوف كفا راهي،
اي طريه نسحقوها هكا. دونك نروحوا للعقده. العقده واش اليوم استعملت الكاوكاو باش نفهمكم كيفاش تخدموا به. هنا درت راني دايره كاوكاو، وهاكو تشوفوا اي مخلطه مع حاجه بيضه هي نواه كوكو. راني مخلطه معها كميه نتاع نواه كوكو. ديروا مثلا نتوما الكميه اللي تحبوها. نواه كوكو ماهوش حيبان، ومن بعد في العقده باش نقول لكم ماكوش كاع حد فيقولوا بلي كاين نواه كوكو في العقده وماهوش حيفيقوا بلي بدي كاوكاو. يبدلوا الضوء، وخديت كميه من حلوه الترك. مثلا احنا نقولوا ديروا كيله تاع كاوكاو، نشفتوا انا برك في الكوشه وحيتو نص كيله تاع نواه كوكو ولا كيله كيله وشويه حلوه الترك. خلطوا كامل المقادير مع بعض. حندير انا ما نديرش الكيله كامل تاع السكر، ندير نص كيله تاع السكر. مش حلو بزاف، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. كيله تاع مكسرات، المهم انا درت كاوكاو. ديروا نص كيلو ولا كيلو تاع نواه كوكو، وديروا قليل من حلوه الترك نتوما اختياري كيما تحبوا ديروا. ومن بعد ديروا تلموها بالمازهر، هذا ما كان لم ندير لها حتى حاجه. قوم ديروا في المازهر بالعقل بالعقل وتلموا، بالك تدير لكم كل ما كي تكونوا ديروا في المازهر زيروا شغل نعجنوا. راني نوريكم كامل بالنصائح باش يجيكم بزاف هايل. دونك شنو حندير؟ حنوزن العجينه ديالي، حنديرها 30 غرام. هاي شوفوا باش يبان لكم الطريقه. دايما ديروا الاخر ديالكم في الصفر. هاديك توزناهم نوهم كامل كيف كيف. مثلا عندي هادو نخدم باش بعدا نكمل نخدم وحدي. المهم دوك ديرو هكا شويه لافارين خاطر العجينه ديالكم طريه. هاي ليك ان شاء الله يتبان لكم. ها هي العجينه، نحلها غير بيدي. حطوا شويه لافارين من تحت، من بعد حطوا العقده ديالكم. علاش ديرو باش تشوفو مليح هكا. حطو هنايا العقدة، ومن بعد روليو الشراكة ديالكم. أنا نديرو هكا على الطريقة. غلقو مليح، غلقوها مليح، ومن بعد واش ديرو بداو تروليو فيها. واش نديرو هنا؟ نبوانتيوها في لي كوتي، وفي الوسط نخلوها بوانتي. نخلوها بومبي. هاي ديك في حجي تاركة ديالكم. هاي نعود واحدة اخرى نفس الكلمة. هاي دونك جبت لي زامون دي فيلي من داك الواحد تلفلو الهضره. ومن بعد الشركه ديالكم حافظوا عليها بالك. هو هاي ليك واش ديروا؟ تمسحوها برك، بعد نعاود نسقمها هنايا ما يهمش. تمسحوها برك بالبياض البيض، تمسحوها مليح من هنا نحطوها فيه. من داك انا نسقمو دوك كي تحطوها في سنيوه حتسقمو الحبه تاعكم. هاي ديك التركه تاعنا. نجيب سنيوه، وانا دائما قبل ما ندخل التراك ديالي طيب واش ندير؟ ندخلو شويه الفريجيدار يشد روحو، وتدخلوه يطيب عادي شعلوه من التحت. ومن بعد كي تشوفوه طاب ما يشد لكمش بزاف لخاطر عليه ما الزبده ماشي سمن. دوك نروح انا نخدمهم كامل ونوريهم لكم قبل ما ندخلهم يطيبوا، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو.
درك نشوفو كيفاه درتهم في السنيوة. الحلويات التقليدية دايما دخلوهم، شوفو انا دخلتهم للفريجيدير، شوفو كيفاش يشدو رواحهم، دايما يدخلو للتلاجة قبل ما يبداو يطيبو الحلويات كامل التقليدية. دوك انا دخلتهم شوية الفريجيدير، خليتهم مدة، ودوك راني شعلت الفور وحنطيبهم ان شاء الله. هذه تدبيرة هايلة بزاف، الحلويات خلوهم يريحوا قبل، سقطوا لي فيهم السمن والزبدة قبل ما يدخلوا للفور. دوك انا نروح نطيبهم ومن بعد ان شاء الله نوريهم لكم في التقديم. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم هاب لي كتشارك ديالنا، شوفوا هذه تكسرت لي نستنى دوك نقول لكم عليها. المهم ان شاء الله يعجبكم، وماده بيا ان شاء الله تسيو هذه الوصفه ناجحه 100% وهايله بزاف ويجي يدوب في الفم. شوفوا هذه الحبه جيت تنواسيها تقسمت نستنى نوري لكم. شوفوا كيف يجي يجيدو في الفم مسكينه قسمتها كاع. المهم ان شاء الله يعجبكم، وماذا بيا تجربوا هذه الوصفه ونكون ان شاء الله خفيفه عليكم. وما عليا نقول لكم صحه فطوركم، انا مع صباح صحه فطوركم وتهلاو في رواحكم. وقلت لكم من وقت كوكو هذاك يمد بنا هايله في الكاوكاو، ما نخدم ما نخدم لي كوموند، هذه كوموند نخدم به دائما ندخلو في الكاوكاو اذا كان كاوكاو، سينون لوز ما تزيدوا له والو، خلوه على طبيعته. ان شاء الله يعجبكم شاني نقدم يا ربي. وما تنساوناش بلي جام ابوني وبارطاجيو لي فيديو مع حباباتكم باش يستفادوا هما تاني. وان شاء الله نكون خفيفه عليكم. باي باي، مع السلامه.